من اهم الحاجات النهارده في الديجيتال ماركتنج الاعلانات الاونلاين. في طبعا حاجات لسه داخله جديد في المجال ده ولسه بيعملوا تيستينج ما اعرفش عنهم قوي، زي اعلانات مثلا تيليجرام او حاجه كده. وفي حاجات طبعا اللي هي ثابته معانا بقى لها فتره زي جوجل وطبعا الفيسبوك. طيب الفيسبوك ده دلوقتي مقومات الاعلان فيه ايه؟ في حاجات كتير لازم نراعيها في اعلان الفيسبوك، منهم مثلا الكونتنت، انت ما تكلمش الناس بشكل مباشر مثلا، دي اهم حاجه بتوقع الاعلانات. منهم مثلا الصوره، ما ينفعش يبقى عندك برده كلام كتير واخد حيز من الصوره. في بقى طب يعني اعمل ايه لو انا مثلا رفعت الاعلان واشتغلت وكله تمام وعملت التارجت بتاعي وجبت الاودينس اللي انا حابب اجيبهم وفي الاخر الاعلان اترفض؟ والله دي بتعتمد على حسب درجه عملك في الفيسبوك. يعني في ناس للاسف مش هتعرف تعمل حاجه، مش هيكون عندها اي نوع من السبورت ان هم يخشوا يعملوا اي حاجه. في ناس بيكون متاح ليها ان هي تبعت ايميل، وفي ناس بيكون متاح ليها ان هي تدخل شات، وفي ناس تقدر من الشات تفتح معاهم مكالمة تليفون. بس من اهم الحاجات اللي لازم تحافظ عليها وانت بتكلم الفيسبوك هدوء. I don't care during the proof that it should work. ما تنسوش الهدوء اهم حاجة.